بسرعة تعطيني شنطتي. أنا مش حرامية. بقول لك أعطيني الشنطة. بس والله ما سرقت. أعطيني الشنطة. بس والله إني ما سرقت. أعطيني إياها. بس أنا مش حرامية. أعطيني الشنطة. بطلب لك الشرطة وخليهم هم يدفعوا معي. شرطة؟ شرطة؟ بس كل شيء ولا الشرطة. خدي فتشيها. بس مش هون. يا مس مشان الله يا مس احكي لها. مس احلام تعالي حبيبتي، هاتي شنطتك وتعالي معي. شو هاد؟ مثل ما انتي شايفة بقايا سندوتشات الطالبات. ليش لم البقايا وحطيتهم بشنطتك؟ مشان شو بحكي؟ أحلام، عشان شو حبيبتي احكي، ما تخافي. مشان أعطيهم لإخواتي. لإخواتي؟ عشان ياكلون. بس والله ما رح أعيدها. خلص هاي آخر مرة. بس ما تحكوا لصاحباتي. خلص أنا أصلا رح أترك المدرسة. ما رح أشوف وجهي مرة تانية. خلص ما رح أعيدها. مشان الله بس ما تطلبوا لي الشرطة. مشان الله. ولا اشي، بس انا حابة اعرف انت ليه بتعملي هيك؟ انت مش ابوكي بيشتغل سواق؟ كان. وهلا بالسجن. ليش انسجن؟ سجن عشان مسكوا ببيع مخدرات، وماما ما تحملت الصدمة فانجلطت وانشلت، وأنا وأخوتي ما عم نلاقي أكل ناكله، وهم أصغر مني، فأنا بحزن عليهم. فصرت بعد ما الطالبات يدخلوا على الصف بعد الفرصة أتأخر شوي وألم بقايا سندويشاتهم وأصيرهم وأخذهم لأخوتي.